بونسوار، برحب بكل اللي عم يحضرونا هلا من خلال شاشتي ال بي سي اي والال بي سي. بهيدا الوقت نحن بنقدم صحبات جديده لليوميه، اليوميه 3، اليوميه 4 واليوميه 5. هاللعبه يلي فيكم تلاقوها بكل مراكز لليبانيز دي جو، وفيكم تكسر ارقام يلي انتم بتحبوها يلي عندكم الهام عليها، وطبعا انتم بتقرروا المبلغ يلي بدكم تدفعوه بين ال 500 و3000 ليره، وما بتعرفوا اي نهار الحظ بيتحكلكم وبتربحوا معنا بين 35000 ليره وصولا لل 120 مليون ليرة. قبل ما نبلش بسحب الليلة مثل العادة بدنا نرحب بعضو لجنة الرقابة ومندوب وزارة المالية، والليلة موجود معنا الأستاذ محمد الحاج حادي. أهلا وسهلا فيك محمد، كيفك اليوم؟ ماشي الحال. إذا محمد رح بيراقب صحوباتنا لليلة، منبلش فورا مع أول سحب مع اليومية 3. لكل الأشخاص يلي أخذين شبكة اليومية 3 هن يلي رح ينطروا أرقامهم ويشوفوا حظهم لليلة. أول طابة بتحمل رقم 7، من بعدها 2، وطابة ثالثة تحمل رقم 9. 7 2 9. إذا حدا متكس هول الأرقام لليلة بشبكة اليومية 3 طبعا بيكون ربحان. ليعرف قد ايه ربحان، القيمة يلي دفعها بيضربها ب 400 مرة بالدور، وبالحياة للقيمة يلي دفعها بيضربها ب 70 مرة ليعرف قد ايه ربحان. هلا أنا وأنتم بننتقل لتاني سحب لشبكة اليومية 4. أول طابة 7، من بعدها 0، كمان 0، تسعة. 7 0 0 9. إذا صار يومية 4 لليلة، صار واضح قدامكم على الشاشة. إذا في حدا تكس هول الأرقام طبعا بيكون ربحان. إذا بالدور القيمة يلي دفعها بيضربها ب 4000 مرة ليعرف قد ايه ربحان، وبالحياة للقيمة يلي دفعها بيضربها ب 150 مرة ليعرف قد ايه ربحان. هلا بننتقل أنا وياكم لآخر سحب لليلة لشبكة اليومية 5. يومية 5 عبارة عن 5 أرقام، أنتم بتكونوا متكسينها، وطبعا هون بنوصل لأعلى قيمة بالجوائز. أول رقم هو 1، من بعدها 0، 8، 6، والطابة الأخيرة لليلة عن جديد 0. 1 0 8 6 0، والهن أرقام يومية 5 لليلة. إذا في حدا متكسهم بالدور القيمة يلي دفعها بيضربها ب 40000 مرة ليعرف قد ايه ربحان، وإذا حدا متكسهم حيلا يعني مش ضروري يكونوا ورا بعضهم القيمة يلي دفعها بيضربها ب 350 مرة ليعرف قد ايه ربحان. أستاذ محمد لو سمحت تذكرنا بالأرقام تفضل. سحبات يومية ليوم الأربعاء 12 تموز 2017، سحب رقم 377. الأرقام الرابحة يومية 3 7 2 9، يومية 4 7 0 0 9، ويومية 5 1 0 8 6 0. شكرا لك استاذ محمد، ان شاء الله يكون في عندنا رابحين كثار بسحب الليله، واذا لا بنقول لهم بسيطه خيره بغيره. انا بشوفكم بكره ان الله راد باللوتو بيزيد بيومية. باي باي. مهرجانات بيبلوس الدولية تقدم برعاية اي بي ال بنك، نصري وفيليمون في البال، الاحد 16 تموز 2017.
مهرجانات ليالي أرس تنورين 2017 بتقدم 14 تموز فارس الغناء العربي عاصي حلاني. انت رفيق الدرب، انت حبيب القلب. تباع البطاقات في فيرجن تيكتينج بوكس اوفيس. Clapping Hands Productions a l'honneur de présenter les Kids United en concert bien vente dans toutes les branches du Virgin Ticketing Box Office. يلي رح يكون هين هو تقابل مندوب بلوم بانك عبر الفيديو تشات. بلوم بانك ليما معك، كيف نساعدك؟ بس يلي ما رح يكون هين تقنع ابنك يلعب مطرح تاني. يلي ما رح يكون هين تعرف تنقي الانجل. أي ساعة بيفتحوا الفروع؟ يعلى صوتك على صوت التي في. صوت شوي. لا ولا يهمك، خد وقتك أستاذ. اليوم بلوم بانك بتقدم لك فيديو تشات، فيك تقابل فيها أي مندوب ساعة اللي بدك، مطرح ما بدك وكيف ما بدك. إي بلوم، تكنولوجيا بتسهل لك حياتك. حياكم من الـ LBCI، إليكم أبرز عناوين نشرة هذه الليلة. هدر الإيجارات ملايين لمبنى قيد الإنشاء. الأبار الأرتوازية مئات الأمتار في الأرض بلا رقيب. تتابعون في النشرة معركة عرسال على الأبواب ونازحو القلمون على طريق العودة. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بسام أبو زيد ونيكول الحجن. مساء الخير. معركة جرود عرسال باتت على قاب قوسين، وكل المؤشرات تتحدث عن إمكان حصولها خلال أيام من حيث تقتضي طبيعة المعركة وبالتنسيق بين حزب الله والجيش السوري، وذلك بعد توقف التفاوض لانسحاب المسلحين والذي دام نحو 3 أشهر. التفاوض ارتكز إلى نقاط 3: إما انسحاب المسلحين بالسلاح الخفيف إلى إدلب على غرار ما سبق من تسويات، وإما المصالحة مع النظام وتسليم السلاح والعودة إلى الداخل السوري، وإما تسليم السلاح والالتحاق بمخيمات النازحين. هذه النقاط سقطت جميعا، وبات الحسم يرتبط بما يقول حزب الله إنه استكمال لمعركة القلمون الغربي، ما سيؤدي إلى تأمين قرى لبنانية حدودية وإلى إغلاق معابر تمرر عبرها الأسلحة والسيارات المفخخة إلى لبنان. على وقع هذه المعلومات، عقدت الحكومة جلستها اليوم بكلام افتتاحي للرئيس سعد الحريري، جدد خلاله الدعم الكامل للجيش مفككا لغما كاد أن يضرر التوافق الحكومي، توافق تجلى بوضوح عبر وضع عودة النازحين السوريين في عهدة اللجنة الوزارية المكلفة دراسة هذا الملف، وعبر عدم البت في بند إلغاء آلية التعيين على رغم مناقشته بإسهاب داخل الجلسة. هذا في الملفات الحكومية. أما الملفات أمام الجلسة العامة لمجلس النواب فمرتبطة بلقاء يعقد غدا بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، سيكون نجمه حتما قطع الحساب. وفيما الفريقان